ناس خروفان يجيبوا لهم الوعدان عام 12 شهر. من بعد كي حكم ربي مات الشيخ الشيخ الحرب يحوم خلاها للشيخ سعد. ثاني شويه كيف كيف كاينين الزيار كاينين الخرفان كاينين اللي يمدوا دراهم كاينين اللي يقنوا الخرف مشاو مده الزمان. كي حكم ربي على الشيخ سعد راح بقات وحدها ما كان حتى الشباك. مات الشيخ سعد حبست الحيه. يا على حبيبك خير الأخلاق، يا على حبيبك خير الأخلاق، يا رسول الله. زاوية هذه قديمة، بابا خدم هنا حتى نراح المناسبة تاع المولد. يجوز زيار يجيبوا الكبوشة يجيبوا اللي مريض يجي اللي ما عندوش يجي اللي فرحان يجي وكل يجوق هنا ما تلقاش رفيق نتاعك هنا. عندك ما رانا في 10 سنين ولا 12 سنة عيات الحالة. حبينا لو كان يهدر بالقوم إن شاء الله يكثر المؤمنين بيعمروا الدار هذا. كوني الفرقه قلنا تخدم المديح تقول المولود نسمد حاض السوالن وين السوالن هذا قال ما نروح تموت بوم ديال نروح عندنا نقي ثلاث ايام السوالن غادي نروح نشوف لك ديبوش عاد نقي ديال السمانه. صلي وعلى محمد صلي وعليه، صلي وعلى محمد صلي وعليه، يا صلاة على العثنان خاطر يبغيه. في قال المناسبة المولود نبوي الشريف. فيران طلب يعني سلطة يعني نعطيك توي انتيرا زمان نتنقل الزاوية هي انا قايلة اللي تاع ذاكي فضيق الزاوية فضيق ذاكي يعني هذا تعاون اتيد نحيو امزي. العالمين هذه الحكومة هذه خدمة أن يعمرنا الحكومة، أن يعمرنا عرشان، أن يعمرنا في خير كبير. آمين. الحمد لله.